السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. اليوم غنوجد معكم واحد العجينة ديال الصابلي، وتابعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر. عندنا هنا 4.5 ديال الزبدة مارغارين، 2 كيسان ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاصي، كاس ديال سنيدة، 2 بيضات راه هرستهم هنا، داك الفلان، وهنايا 2.5 معالق ديال مايزينا، ومعلقة ديال الجليكوز، قريصة ديال الملحة، والمذاق ديال الزبدة. هاهي راه درتها. هاهي دابا غادي نخلط هادشي كامل، ومن بعد نتلاقاو. بعد ما خلطت كلشي، البيض والزبدة والسكر ومايزينا وكلشي، كنزيد الزيت بشوية بشوية. درت الكاس الاول، انا كنزيد الثاني، وخاصنا نخدمو مزيان باش تذوب الزبدة مزيان وسنيدة، باش ملي كتصايبو داك الصابلي ما كيتكمش ليكم في ملي كتدخلوها للفران. تكون مخدومه الزبده مزيان، تحكوها تتولي بحال البوماده، باش كطلع الصابلي زوين. دابا هذا هو الكاس الثاني، انا كملتو. ومن بعد ملي غادي نخلطها ندير الطحين، غنبدا نزيد الطحين شوي بشوي، وندفع على الثلاجه تبقى واحد الساعه هكاك، على موجد راسي وقديت داكشي اللي غنخدم به. كانوا ديك الساعه غادي نبدا نطبع الشكيلات اللي بغيت، وغنوريهم لكم ان شاء الله. دابا غنبداو نزيدو الطحين بشوي بشويه، حتى نعرفوا شحال غدخل لينا، حيت راه تيختلف الدقيق. كاين الدقيق اللي كدير به الحلوه تخليه غير يرتاح شويه، هذيك كتشرب. داكشي علاش خاصك يديك تعرفي شحال دخلتي ديال الدقيق، وتحسي بالخليط هو هذاك تحبسي. دابا باش كيقول لك نعطيك العبار وكلشي، راه ماشي ما يجيكش العبار لحقاش الدقيق ما كيكون مختلف. كطيحي في الدقيق اللي ما كيهزش المقادير، كاين اللي كيهز المقادير، وحنايا مع حتى يهز لينا داكشي اللي هو خاص. صافي وغادي نحبس. دابا بعد ما عجنت الصابلي ديالي ودخلت لها الطحين اللي غيخصها، هي هذه شتي كتجي مرمله، وهي هذيك في العجينه. دابا انا غادي ندخلها هنايا في هذه الميته، قسمتهم وغنحطهم في الثلاجه على ما نوجد اللاطات والمراشم باش غنخدم. ندير دابا مزيان على شويه بالراحه ترتاح، وعادي نكليا نخدمها ماشي تمتم. دابا غندخلها ونخليها حتى ملي غنبدا نرشمها ونقاد، وكانوا ديك الساعه نتلاقاو. بعد ما بردات العجينه ديالنا وارتاحت، دابا حنا كنشكلوها بهذا المرشم هذا، نشاركو معاكم. وعندي مرشمات اخرين حتى هما غنخدم بهم، ما تجيش غليظه ما تجيش رقيقه بزاف عاوتاني، وكتجي الحلوه قابطه راسها بحال هكا كتهزيها كتهز. واللي عنده هاد السيلبا حتى هي خدامه، راه زوينه كتعطي الزواقه زوينه في الحلوه، الشكل كتجيبو زوين. وها الرق ديال الحلوه، ها هو، وما كتكمش ما والو، كتبقى كيف كنحطها في اللاطه كي كتبقى. وها الشكيل هو هذا، حيت باش ما نطولش عليكم هو كيف جا. هي ديك الزويويقه كي كتجي في الحلوه. وتابعوا معنا ان شاء الله، تنوريكم الشكل ثاني عاوتاني اللي غادي ندير، ونشاركوا معكم حتى هو. ندير هذا الشكيل هكا، وانا كنمشيو معاه كنحيدو، كيعطينا الزويويقه هذه. هنا كنوريكم كل شكيل منو اشنو درت باش ما نطولش عليكم عاوتاني. بحال هكا ضروري تثبتوه بحال هكا باش يليق لكم تخرجوه من بلاصته. ها هو الشكيل ديالي عاوتاني. نعاود معاكم وحده اخرى، وهذا القليب ضروري تهزوه بهذه هكا باش يحيد، ديروا شويه في الدقيق باش ما يلصقش ليكم. صافي كديري لي فيها هكا طلع هادي هكا.
هو الشكل ديالها. هذا هو الشكل ديال الحليوه ديالنا الصابلي بعد ما خرجتها من الفران. شوف كيف جات، جات كل طياب موحد كامل، جات غزاله. وداك الشكل ديال السيلبار كيعطي فيها، وعاد مازال الديكور هو صوت اللوز اوكاسي حمرته باش غادي نشكلها. دابا غنصاوب لها التعليكه ديالها وكون، ومن بعد نتلاقاو ونوريكم الديكور ديالها كيفاش جا. هذا هو الشكيلات اللي شاركت معكم ديال الصابلي، وهذا هو الشكيل باش شكلتهم. درت ليهم التعليكه ديال الشوكولاط والعسل، وزوقتهم بهذا العقيق واللوز اوكاسي. وهادو هما الشكيلات، وكنتمنوا حتى نتوما ديروهم وتشاركوا في القناه وديروا جيم بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، ويوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.